الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام ومشاهدي قناة الندى بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير، كل عام ومصر الحبيبة بخير، كل عام وأنتم بخير، مع حلقة من حلقات العيد وضيوف بيشرفونا في استوديو الندى. ضيفنا الأول الشيخ الدكتور محمد رميحي. ازيك يا شيخنا؟ يا أهلا وسهلا، منور يا دكتور. دكتور، ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك، كل عام وأنت بخير وحضرتك بخير الله يحفظك جميعا إن شاء الله. ضيفنا الثاني الشيخ محمد ضياء، منور يا شيخ محمد، كل عام وأنت بخير صحة والسلامة حبيبي، ربنا يبارك فيك. ضيفنا الثالث سلمان محمد كريم، منور شيخ سلمان، منور كمان حبيبي، ربنا يبارك فيك ويحفظك، منورك حضرتك، كل عام وأنتم بخير. طبعا احنا اتعودنا ان القرآن لا يتلى الا في رمضان في تراويح رمضان، ولا يتلى القرآن في العيد، معرفش ليه، يعني في المآتم جائز تلاوة القرآن، لكن في العيد القرآن يا جماعة فرحة، القرآن المفروض لما نفرح نقرأ قرآن ونسمع قرآن، عشان كده انا حابب نبدأ هذه الحلقة بتلاوة للدكتور محمد الرميحي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما شاء الله يا دكتور محمد، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك ويحفظك، تلاوة جميلة ويعني ومريحة للنفس، بعض ما عندك حبيبي، ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك. انتقل للشيخ محمد، الشيخ محمد ضياء حبيبي، محضر لنا ايه في العيد؟ في ابتهال ان شاء الله. ابتهال، طيب تفضل. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا واحفظ مصرنا وجيشها وشعبها يا رب. أشرقت شمس التهاني كلكم في العيد حاني أشرقت شمس التهاني كلكم في العيد حاني
وانبرى وانبرى بشر السرور بين قاصيكم وداني وانبرى بشر السرور بين قاصيكم وداني اضطربوا الأرواح بشرا اضطربوا الأرواح بشرا حاويا ضر المعاني يا رفاق الصوم نلتم كل الأماني نلتم التكريم أجرا نلتم التكريم أجرا نلتم التكريم أجرا في فرادس الجنان في فرادس الجنان فاسعدوا بالعيد دوما فاسعدوا بالعيد دوما في زمان ما شاء الله عليك يا شيخ محمد ما شاء الله عليك اسعدتنا بهذه الاسود الجميله الله يكرمك ومن فيك شيخ سلمان يا مرحبا منور حبيبي ربنا فيك ربنا يحفظك العيد يعني انت يمكن اصغر الموجودين سنا لكن مقاما لك قدر كبير يعني بارك الله حبيبي ربنا فيك لسه بتاخد عاديه في العيد من الوالد وكده ولا اكيد اكيد ما تسيبوش طبعا فرحه هي أيوة. فرحه وفرحه العيد في العاديه اكيد صح كده ان شاء الله ان شاء الله طيب هتسمعنا ايه مشهود عن الجنه ان شاء الله عن الجنه الله جميل جدا يعني ان شاء الله اتفضل هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفات بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت
منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم، فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه، والمقلتان إليه ناظرتان. فعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما بقى، فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى، فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. ما شاء الله عليك يا شيخ محمد، ما شاء الله جميل. ذكرتنا بالجنة وما في الجنة، أسأل الله يرزقنا جميعا ومشاهدينا الكرام آمين يا رب، دخول الجنة واللقاء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. دكتور محمد الرميحي، حضرتك صيدلي. أي نعم. فعايزين نصيحة كده سريعة، لأن كتير مننا بيخرج من رمضان وكأنه يعني بقاله 10 سنين ما بياكلش، فيخرج من رمضان ويبدأ الصبح أول بعد الفجر فجر العيد، ها يبتدي يدخل على الكعك، وما أدراك عن الكعك والغريبة والحاجات الجميلة دي كلها، فنصيحة حضرتك ليهم إيه؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. نعم. فيعني من طبيعة المسلم أنه في العيد رويدا رويدا، لا يبدأ بكثير من طعام ولا شراب. نعم. ولكن لقيمات يقمن صلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدوسش قوي، عشان يدوس قوي دوت بيوصله بعد كده نيجي لحضرتك بقى في الصيدليه عايز علاج وعايز حاجه عشان الدفخات، عايزين ملينات وعايزين ادويه القولون وادويه المعده. نعم. فنصيحتك ليهم لا ناكل، ناكل كل حاجه، لكن بلاش الدنيا تبقى مفتوحه كده، يعني عشان المعده كمان كانت شغاله بنظام معين طول الشهر. بالظبط. فاحنا بنغير النظام، نغيره شويه شويه وبالراحه كده عشان ايه ما نتعبش، صح كده؟ جميل يا دكتور. طيب دكتور محمد مواهب متعدده ما شاء الله، يعني حافظ كتاب الله ودي في الابتهالات والانشاد اظن، صح؟ نعم. طيب عايزين نسمع ابتهال كده خاص بالعيد او خاص برمضان. خاص هو مش خاص بالعيد ولا خاص برمضان، هو خاص باهل القران. باهل القران. طيب جميل جدا، اهل القران هم اهل العيد واهل رمضان. نعم. تفضل. بسم الله. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله لتصير من غرس الهدى بستانا،
زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام، فكانا يا ختمة القرآن، يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم، بجهود قوم ثبتوا الأركان، يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لتكمل البنيان، آن الأوان لتكمل البنيان. الله، ما شاء الله عليك يا دكتور محمد. أنتقل بس من ختمة القرآن اللي حضرتك الأسلوبك الجميلة جدا ما شاء الله يعني، للشيخ محمد ضياء. شيخ محمد، كتير من الناس بيختم القرآن في رمضان عدة ختمات، ربما هناك سباق شديد بين الناس في عدد ختمات القرآن، يقابلوا بعض في بعد 10 أيام من رمضان يقول له أنت ختمت كم ختمة؟ يقول له ختمت ختمة، يقول له ختمة واحدة بس، ده أنا ختمت 3 ختمات. صح؟ مش ده بيحصل؟ نيجي بعد ليلة العيد، تمام؟ والقرآن المصحف يقفل ويتشال على الرف وينتظر رمضان القادم. فنصيحة لمشاهدينا الكرام، يعني كيف يتعاملون مع القرآن في العيد وبعد العيد؟ هل العيد ينفع نقرأ القرآن في العيد؟ والله ينفع، تمام؟ ونبدأ بقى بختمة جديدة الحال المرتحل، صح؟ تمام. فنصيحة كده لمشاهدينا الكرام. والله هو المفروض أن الإنسان لا يكون عبدا رمضانيا، نعم، ولكن يكون عبدا ربانيا، نعم. فرمضان هو شهر التربية وتربية النفس وتأديبها، نعم، ليستمر باقي العام، نعم، في هذا الايه النظام او المنظومة القرآنية التي يتدرب عليها. مش بنقول له اعمل ختمات زي ما كنت تعمل في رمضان، لكن على الاقل يبقى ليك ختمة في الشهر، يطلع باي نتيجة ان هو يبقى يدرب نفسه على طاعة الله عز وجل وعلى قراءة القرآن، حتى وان لم يستطع المداومة يستمع الى القرآن. وانا اظن ده كمان ده بيبقى دليل على قبول رب العزة ل يعني، نعم، الطاعة في رمضان باتباع الطاعة بطاعة، صح؟ تمام، اللي هي دوامها، دوام الطاعة. نعم، ربنا يبارك فيك وفضلك. طيب شيخ محمد، انت ليك في المصحف المجود، نعم، واحنا اتعودنا ان احنا بنحب قوي يعني ايه، حتى المصريين يمكن اكثر ناس، نعم، بيحبوا سماع المصحف المجود، فنسمع كده منك بعض الايات من الذكر الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله،
عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك. الأمة بخير طول ما فيها هؤلاء امثال هؤلاء الشباب دكتور محمد والشيخ محمد والشيخ سلمان. بصراحه انا سعيد جدا جدا بوجودي معاكم. الفقره خلصت وانا كنت حابب اطول عن كده لكن ان شاء الله نلتقي في لقاءات قريبه ان شاء الله باذن الله تعالى. شرفتوني واسعدتوني ونختم هذه الفقره وانتظروني في فقرات قادمه باذن الله تعالى في العيد ان شاء الله. فقرتنا ما خلصتش لسه بالتكبير الجماعي بقى ونخرج من الحلقه بالتكبير الجماعي. يلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله